الثانية سيكول أنا اسمي ناس، هذا عشان يوتيوب متاعي ميكسة البلاد. هذه أول فيديو نعملها على يوتيوب، سو إن شاء الله كتعجبكم. سو بس باش تقولوا واحدة أزياتيك تحكي بتونسي كيف جات الحكاية هذي، دونك باش نفسر لكم اللي my mother هي شينواز وبويا هو تونسي، so that's why أنا نحكي بالتونسي. في الفيديو هذايا باش نحكيكم على حاجات يصيروا لي في تونس، يمكن تصير لي أنا كهو maybe I don't know، أما يصيروا لي في تونس وبيانسور باش نعطيكم حاجات ما تعرفوهمش ولا مناش حاجات جدد ما تعرفوهمش تتعلموها مني. سيلوش why not. أول حاجة كل ما نخرج مع أصحابي ولا نمشي حتى العطار وحدي ولا ما نعرفش حاسوب بغيف يسألوني تحكي تونسي تونسية، so yeah نقولهم أي معناتها تونسية نعرف نحكي تونسي نفهم فيكم. يسألوني يخي عندك عرق أزياتيكي ولا حاجة كما هكا، بيان سور نقولهم أي my mother is Chinese وكل ما يقولي شين عاصمتها طوكيو. اوكي حاجة هي كي نحكي مع صحابي ولا حتى مع عبيد ما نعرفهمش، خاصة مع تهل نبدأ شوكي من صحابي خطرهم يعرفوني اللي انا ما عنديش ناسيوناليتي شينواز، دونك قولوا لي صح عليك تمشي لشين بلاش فيزا. يا وليدي شكون قال لكم شين بلاش فيزا؟ معناتها شكون فسولي شكون قال لكم شين بلاش فيزا؟ والمشكلة مش غادي، the problem is كي يشدوا فيك صحيح شين بلاش فيزا، معناتها شين ليش فيزا يشدوا صحيح معناتها شين ليش فيزا. وثالث حاجة هي كي نخرج مع عباد ولا حاجة ولا حتى في سوق، يا نهبط للسوق ساعات مرة بعد بي، دونك يقولوا لي أنيا سيا ولا أريكاتو ولا ما نعرف حاجة تقوله، بغيف يا بغيف نقولهم مع السلامة معناتها بيزار كيفاش نجاوبهم ولا كيفاش نحس روحي، دونك نقولهم يا عسلامة وكل. يقولوا لي ماكش شينواز ولا شنيا وكل، نقولهم سي شينواز اما نحكي تونسي. سو يبداو يسألوني تعرف تحكي جابوني؟ سامحني انا قلتلك ام تشاينيز، ما قلتلكش لي انا جابونيز ولا كوريان ولا حاجة كيما هكا. يقولوا لي اي كلو كيف كيف يا اخي شينوا جابوني كوري كلهم يحكيو كيف كيف. اوكي واكثر حاجه اللي وقفت لي مخي هي كي يسالوني كيفاش تعلمت الشينوا بالرسمي، مخي يوقف يتجمد اصلا معناتها والله كيفاش تعلمت الشينوا هذيا كيما انتما تعلمتوا التونسي. انا تعلمت شينوا وتونسي كيما انتم ملي كنتوا صغار تنجموا تحكيوا شويه فرونسي وشويه تونسي، انا نجم نحكي شويه شينوا وشويه تونسي. هذا الفيديو الكل عشان نقدر نحكي ما نعرفش. اوكي دونك هذا كونكلوزيون الفيديو الكل، بيان سور باش نحط لكم الدرابو نتاع الشين لنا، الدرابو نتاع جابون لنا، الدرابو نتاع كوريا لنا. دونك الشينوا يحكيو شينوا، الياباني يحكيو ياباني، وكوريا يحكيو كوريا، خاطر ماناش كيف كيف احنا في الصين وكوريا وجابون. بون تنجم تقولي يشبهو بعضهم، مي هما يفرقوا بين بعضهم، يعرفو شكون جابوني شكون كوري شكون شينوازي، كيما احنا نعرفو شكون مصري شكون لبناني شكون نعرف شنايا. دونك هما كل واحد عنده اللونغ نتاعو، مش كيما احنا العرب الكل عنا نفس اللونغ. الشين بالفيزا، اليابان هي اللي بلاش فيزا، وكوريا بيان سور بالفيزا. وش تكون باش نقولكم فازا اللي الفيزا نتاع الشين ياسر 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 صعيبة باش تاخذها، يمكن في صوب نتاع فيزا شنغن ما نعرفش كيما هكا. بايف. واخر حاجة بس باش تقولوا علاش ما عندكش ناسيوناليتي شينواز، بخاطر شنوا ما يعطيوش دوبل ناسيوناليتي، دونك جو بريفير نخلي التونسي، خاطر التونسي كان نمشي لبلاصه اخرى نجم ناخذ ناسيوناليتي اخرى. حتى لي جابوني تنجمش تاخذ دوبل ناسيوناليتي، يعني تنجمش تاخذ جابوني وحاجه اخرى ما تنجمش. اما كوريان
بيلي نجم. يب. So هذا اخر الفيديو ان شاء الله بك عجبكم، وكان هكا انا قريب باش نمشي للشين نعمل لكم ديلي فلوغز غاديكا، وقبل ما نمشي للشين يمكن شي نعمل لكم فيديو على الديفيكولتي نتاعي مع لي لونغ الكل، خاطر بيسكو عندي زوز اصعب لغات في العالم هذا الكل يظهر لي عربي وشينوا. دونك فوالا، ما تنساوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب، خليوا دي كومونتير كان عجبكم الفيديو ولا لا. يا باي.